وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن ربنا سبحانه وتعالى ليه عباد اختصهم لقضاء حوائج الناس، خلاهم شغالين في الخير وللخير ولنفع الناس. احنا معانا واحد من الناس دي وهو ضيفنا الأستاذ عز الطاهر المدير الإداري لمؤسسة سقيا الماء. طبعا أنا برحب بيك، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا زلمة. وكل حد من المشاهدين ممكن تبقى من الناس اللي ربنا اصطفاهم واختارهم لخدمة الناس بتبرعك لمشروعات الخير ودعمك ليها ونشرك للأفكار بتاعة الخير. برحب بك طبعا. وطبعا احنا دلوقتي داخلين، خلاص دخلنا في سنة 2021، فمؤسسة سقيا الماء ان شاء الله السنة الجديدة دي برضو عندهم أفكار كتير مختلفة ومتطورة وجديدة، وإن شاء الله نشوف معاكم إنجازات كتير جديدة زي الإنجازات اللي احنا شفناها في السنة اللي فاتت 2020. يعني هو بعد المقدمة برضه حضرتك قلتيها، موضوع إن بس الصدقة مش بس شرط إن هي تكون فلوس، أنت ممكن تكون متبرع إنك أنت تشير بقى البوستات أو الشغل بتاع سقيا الماء من على السوشيال ميديا، إنك أنت تشوف البرنامج هنا فبتتكلم صحابك وتقول لهم يا جماعة ما تيجوا نشترك كلنا ونعمل وسطة مية اللي هي ب 3000 جنيه أو نعمل بير ب 15 أو ب 20 أو ب 25000 جنيه. فهو الخير ليه سبل كتير جدا، مش شرط لازم اكون معايا مبلغ كبير جدا عشان ابرع بيه وعشان اخد عليه الصدقه. صح. طيب 2021 ايه الجديد بقى اللي سقيا الماء هتعمله؟ اولا في مشروع الابار، احنا اتفقنا ان احنا دايما بنكون عندنا اختلاف جديد في الابار. اول حاجه بدانا فيها، بدانا بالبير التقليدي، بعد كده عملنا البير ابو حنفيات. ليه عملناه؟ عشان يقلل بس المشقه شويه على الناس، ان هم بدل ما بينزلوا الدلو ويطلعوا منه الميه، لا بيفتحوا الحنفيه بتنزل له الميه. ثالث حاجة عملنا وصلات بقى للبيوت نفسها. طيب ايه الجديد بقى اللي احنا هنخش بيه في 2021 في الابار في مرسى مطروح؟ شجر الزيتون. احنا عارفين ان في مطروح هناك هي مشهورة جدا بزرعتين، يعتبر التين والزيتون هناك، دي التربة نفسها بتستحمل الشجر ده، او هي صالحة للزراعة للشجر ده عشان المية بتكون قليلة شوية اللي هو بيحتاجها يعني في الموسم بتاع الزراعة نفسه. فاحنا اتفقنا هناك مع المحافظه نفسها، يعني اقترحنا المشروع او اطرح عليهم مشروع من المحافظه، ان احنا ليه ما نعملش لكل اسره مستفيده بالبير نعمل جنبه 50 شتله زيتون. طيب اشمعنى ال 50 شتله؟ وهل كل الاراضي او كل الابار ينفع ان انا اعمل جنبه زيتون؟ يعني النهارده انا متبرع، انا عايز اتبرع ببير وجنبه اعمل لهم شويه زراعه عشان استفاد من الميه اللي الناس دي بتقع او بتهدر من الملي بتاع البير تنزل في الارض دي، فانا املى بيها الارض او ازرع بيها ويطلع لي ثمار. طيب اول نقطه، الزيتون ما بياخدش ميه كتير. يعني هو بيحتاج على يعني على كلام هناك المختصين الزراعه هناك، يعني قالوا ان هي ممكن مره في الشهر في الفصول كلها، والشتاء كده كده المطر بينزل فالارض بتخزن الميه بتاعته يعني. طيب 50 شتلة عشان الحسبة بتاعتها ان هو بعد ما الثمار بيطلع بتاع الزيتون ده ويتأثر ويطلع منه زيت زيتون ويتباع، فبيطلع له في السنة 12000 جنيه. فال 12000 جنيه دول لو قسمناهم على السنة فهو بيطلع له 1000 جنيه في الشهر يعني. فهو بالنسبة له دي حاجة كويسة جدا برضو ان هو يقدر يساعد بيها اهل بيته. فده اللي كان الغرض من المشروع. طيب النقطة الأهم بقى، هل أنا النهاردة كمتبرع هتبرع ببير وعايز أعمل جنبه الشجر ده، هل كل الابار بتنفع ولا لا؟ هو ده اللي احنا بنتفق مع بعض. يعني ان انا بدا يتواصل معايا ناس بمجرد ما قلنا السنه اللي فاتت يعني 2020 لما قلنا احنا هنعمل مشروع الزيتون، بدا الناس كانوا اتبرعوا قبل كده بالبير يعني عايزين يعملوا جنبه زيتون. الزيتون. فهو للاسف مش كل ارض. اولا انا لما باجي اعمل البير بختار الارض الصخريه اللي هي تستحمل ان انا لما اعمل البير نفسه ما يجيش اي عوامل خارجيه فوق البير يوقع او يهبط السقف نفسه بتاع البير. عشان احافظ على البير نفسه طبعا. فالارض دي ما تاخدش او ما ينفعش ازرع فيها، فانا بضطر اعمل ايه؟ انا النهارده عملت البير في المكان هنا، ببص على الارض اللي قدامه اللي هي بتكون تابعه للقريه وباخد منه الموافقه ان انا اعمل الزرع ده للاسره دي نفسها او للقريه دي وابدا اعمل له المشروع. فانا بس بقول للناس اللي هم اتبرعوا بالابار بالابار نفسها القديمه عايزين تعملوا حضراتكم الشجر جنب الابار، فاحنا بس هندي نفسنا فرصه ان احنا نتاكد ان الارض دي تنفع ولا لا ونعملها. طب المتبرع الجديد بقى اللي هو بيتبرع لنا النهارده ببير جديد وعايز جنبه شتلات الزيتون دي، اولا هو المشروع مطروح ب 3000 جنيه بس انا بقدر اعمل 50 شتله زيتون. يعني هو النهارده لو قلنا البير ال 100 متر ب 25000 جنيه، بزود 3000 جنيه كمان وبعمل جنبه
الخمسين شجرة زيتون دول. شجرة زيتون بالظبط. فاحنا هو بيبلغنا احنا قلنا هي ب 3000 جنيه الخمسين. هتبقى وقف لله ال 50 شجره ب 3000 جنيه ووقف لله كل سنه تطلع 12000. بس هي بس الاختلاف هنا ما بين وقف النخيل ووقف الزيتون ان في وقف النخيل المؤسسه هي المتحكمه في الجزء ده. احنا والمتبرع النهارده المتبرع بيديني 4000 جنيه بعمل له بيها النخله، الريع اللي داخل اللي هو 8000 جنيه ده انا بوجهه مع المتبرع في مشروع جديد هو بيختاره، ان كان بقى صدقه جاريه للمياه بقى وصلات ابار ايا كان هو بيختار ايه انا بحطه له. طيب في الزيتون انا بعمل كمشروع صغير للاسره دي نفسها، فهي الاسره اللي بتستفاد من الشجر ده. فهي بتطلع بتطلع مفروض في السنه 12000 جنيه مع تزايد بقى الاسعار والحاجات اللي بتحصل ممكن يتزايد زي برضو مشروع النخيل. ما هو برضو انا النهارده على الاسعار الحاليه هو ب 8000 جنيه الريع اللي بيطلع من الشجره او من النخل. طيب بعد سنه بعد اتنين احنا مش عارفين الاسعار ممكن تكون ازاي فبيتزايد مستديم يعني. تمام. احنا نشوف دلوقتي مع بعض اول تقرير من تقارير مؤسسه سقيا الماء في حلقتنا النهارده بنرجع نعلق عليه. وكالعادة زي ما تعودنا في المؤسسة عندنا إن إحنا دايماً بنطمن قلبكم. إزاي بنطمن قلبكم؟ إن إحنا كنا على طول بنيجي ونقول إحنا بنعمل آبار بتخلي الصدقة بتاعت حضرتك تستمر 100 سنة. طب إيه دليلكم يا مؤسسة سقيا الماء على الكلام ده؟ هو البير ده. بير من أيام الرومان. المساحة بتاعته 2550 متر مكعب. البير ده بيخزن أمطار. هو عبارة عن إيه أو ليه عاملين البير ده؟ أو البير ده من أيام الرومان بيخدم على مين؟ أول حاجة هو في أوطى مكان في القرية أو في الصحراء. طب ليه في أوطى مكان في الصحراء؟ حاجة اسمها مجرى السيل. مجرى السيل هنا بيهدر يعني كمية مية كبيرة جدا كل سنة، فعلشان كده بيتعمل الآبار اللي زي دي علشان تخزن الكمية الكبيرة اللي تنزل هنا. بعد ما بتخزن الكمية الكبيرة دي من المية بيبدأ يجي الأهالي يسحبوا المية من جوه الآبار دي بفناطيس المية ويحولوها على الآبار بتاعتهم. يبقى احنا عندنا اول حاجه ده مخزون كبير جدا لكم من الامطار اللي بتنزل للابار بتاعتنا. يعني انا النهارده لو عندي مثلا بير 100 متر المؤسسه عملته في مكان او اي قريه من هنا بيجيبوا الميه منين؟ حاجتين قلنا قبل كده من محطات التحليه اللي احنا عملنا بروتوكول علشان نقدر نخزن الامطار بتاعه الصيف او الشتاء يعني تنضاف فيها جوه الصيف والابار اللي زي دي. فعلشان كده احنا الفترة دي كمان ركزنا على الآبار بتاعة الرومان بالمساحات الكبيرة دي عشان يكون عندنا مخزون دايم ومستمر للناس بتوعنا وأهالينا وآبارنا. احنا بنكون حريصين جدا جوه المؤسسة ان احنا نطمن على الصدقة الجارية بتاعة حضرتك ان هي دايما شغالة ودايما الخير مش يعني مستمر معانا. تعالوا معانا بقى ننزل نشوف البير بالمساحة الكبيرة قوي ونتخيل مع بعض كم المية اللي ممكن يكون في المساحة دي عامل ازاي. تعالوا معانا ننزل ونتفرج على البير من تحت. متعود دايما لما باجي اتكلم مع حضراتكم بقعد اقول اعداد، بس بصراحه بعد ما نزلت للبير هنا وشفت المساحه الكبيره كده حاجه كده جت في قلبي وجت في دماغي حبيت اقولها لحضراتكم. هل ربنا النهارده هو فعلا يعني راضي عننا بالطريقه دي ان هو يجعلنا سبب ان احنا نظهر البير ده بالعدد الكبير قوي ده لحضراتكم؟ بير بمساحه 2550 متر مكعب. البير ده بيشيل مقدار من الميه 2550 طن ميه. حضرتك متخيل الكم من الميه الكبيره قوي ده ان هو هيجعل لينا حسنات كبيره قوي كده؟ تخيل كام بير بيتخدم من هنا. طيب تعالوا بقى نقول تفاصيل البير او البير او المساحه الكبيره دي كلها بتخدم مين او ليه مؤسسه سقيا الماء النهارده جايه تعمل البير ده. بسم الله. اول حاجه معانا البير ده بالمساحه الكبيره ده بيخدم ثلاث قبائل او هي قبيله واحده انا اسف بفروع كتير. طيب بتخدم ازاي القبائل دي؟ عن طريق الابار اللي هي موجوده جوه
الكرة دي أو جوه القبائل دي أو عند القبائل دي، بنبدأ نسحب من هنا، بنسحب عن طريق فنطاس ونملى الأبار. يعني حضرتك بتكون شريك في كم كبير جدا من الأبار، 2550 طن بيتملي بيهم أبار كتير جدا جدا، حضرتك بتاخد بيهم ثواب. دي حاجة. حاجة تانية للمتبرعين بتوعنا اللي كانوا قلقانين على الأبار بتاعتها في الصيف، بيسألونا دايما إحنا إزاي هنملى البير بتاعنا من هنا. البير بتاعنا النهاردة لما الصيف يجي والمطرة تبطل تنزل، فما بنلاقيش حاجة نعملها أو ما بنلاقيش مصدر يملى بيه البير بتاعنا، فمنروح لإما نروح على شركة المية أو نيجي هنا. هنا بيكون مليان بمساحة كبيرة جدا من المية، إحنا بنعمل اللي علينا، ناقص حضراتكم تحطوا إيديكم في إيدينا وتشوفوا الأرقام دي، تتصلوا بيها وتقولوا إحنا عايزين نكون شريك في البير الكبير ده، عايزين نكون شريك في البير اللي بيغذي كم كبير جدا من الأبار. 2020 خلصت النهاردة وإحنا بنقول معانا 650 بير ومعانا مساحة كبيرة جدا هتخدم على الأبار دي كلها. ربنا يجازيكم خير. تعالوا معانا بقى نشوف البير ونتخيل مع بعض المية لما تكون ملياه هيكون عامل إزاي والخير فيه عامل إزاي. صدقتك وزكاتك مع سقيا الماء هتوصل المية لكل محتاج. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. شفنا طبعا التقرير والبير الروماني وبقاله أكتر من 1000 سنة وانتوا بتعيدوا تجديده، يعني ترميم كده مرة أخرى. بيتملي بقى البير ده من مية المطر؟ كل المساحه دي تتملي بالظبط؟ يعني هو المطر في مطروح او السيول في مطروح بتكون يعني بمقدار كبير جدا جدا بينزل في كل شتاء، فاحنا لما بنيجي نختار البير عشان نستمد او ناخد كل المطر اللي بينزل ده بيبقى في مكان اسمه مجرى السيل. مجرى السيل ده بيكون يعني اوطى حته كده في القريه نفسها او في الحته اللي احنا بنشتغل فيها البير ونعمل فيها السيل ده او البير ده عشان ما تتجمع فيها. بالظبط كده. اللي علمنا برضو يعتبر الرومان انهم هما كانوا بيختاروا الابار بنفس الشكل. هو النهارده احنا بنكون في جبل عالي قوي جايين بنبص نلاقي البير تحت الجبل، فالميه كلها السيول اللي بتنزل اصلا بتعمل نفسها مجرى على البير نفسه، لان هو ده الطريق الوحيد اللي الميه بتنزل فيه. فده المكان الاول، الميه دي كلها بتهدر وتفضل موجوده في الصحراء كده من غير اي استخدام، فالبير ده بيحفظها بقى في مكان يكون صالح ان هو يتحفظ فيه الميه. دي نقطه. نقطه ثانيه، اقدر ان النهارده انا كاسره بقى او كقبيله عايشه جوه مطروح ان انا اروح البير السبيل ده اللي بير ايام الرومان اسحب منه المقدار اللي يكفيني واروح افضيه في البير اللي عندي. فهو ده كان الهدف من الابار دي ان احنا نخش فيها، ان انا ازاي اقدر اضمن ان دايما الابار بتاعتنا اللي احنا بنعملها عندها كذا سبيل للتخزين المطر او الاستنداد المطر في فصل الصيف. النهارده هو بيجي هنا ياخد هنا الميه من هنا من البير ده، نفس البير الروماني. طيب بير الروماني ده مثلا خلص، ايه السبيل التاني؟ شركات الميه او محطات التحليه. طب محطات التحليه دي هو احيانا ممكن يروح يدفع فلوس، فنرجع تاني بقى النهارده للمشروع الزيتون اللي احنا بنطرحه النهارده للمتبرع. انا النهارده لما بيجي يكلمني متبرع يقول لي طب انا النهارده لما اتبرع ببير وجه الصيف ما بقاش فيه مطر، الناس دي هل هي معاها فلوس تشتري الميه او انتوا كمؤسسه هتروحوا تشتري لهم؟ انا بقول لك النهارده انا بديك مشروع جديد هيوفر مصدر دخل للاسره دي، يخليها لو احتاج البير بتاع حضرتك اللي بتتبرع بيه اي صيانه هيصينوه من الفلوس دي. محتاج ان هو يروح يشتري ميه عشان الميه بتاعته خلصت، يروح يشتريها من الفلوس بتاعت الشجر الزيتون اللي بيثمر ليه. فانا عملت حاجتين للمتبرع دلوقتي، اديته صدقه جاريه كبير بيقعد اكتر من 1000 سنة دايم والناس بتشرب منه، فبتستفاد حضرتك ان هو الخير بيخش في ميزان حسناتك. دي حاجه. تاني حاجه، ضمنت لك استدامه الصيانات والبير يفضل مليان من المشروع نفسه بتاع الزيتون ومن الخير اللي بيطلع من الزيتون نفسه. فهو ده اللي دايما مؤسسه سقيا الماء بتفكر فيه الفتره اللي فاتت او اللي جاي كمان. ربنا يكرمكم ويتقبل. ونطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مشاهدينا، خليكم معانا. الدنيا عارف انا عايش فيها ليه، هدفي واضح والدنيا هي طريقي. عايش في الدنيا عارف انا عايش فيها ليه، هدفي
معكم مرة تانية مشاهدينا، ولسه مكملين حلقتنا مع إنجازات مؤسسة سقيا الماء، ونشوف التقرير دلوقتي بتاع إنجازات المؤسسة ونرجع نتكلم ونعلق عليه في الاستوديو. نشكر مؤسسة سقيا الماء، الحمد لله اللي عملت لنا البير دا ومية مية، وإحنا شربنا منه مية ومية مية، وانتو جزاكم الله خير، وهي جزاء الله خير اللي عملت. أنا بشكر مؤسسة سقيا الماء كلها، جزاهم الله خيرا عني وعن ابني. هذا فضل الله عز وجل، ثم بفضل هذه الجمعية وبفضل جهود المساهمين الذين نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموا للإسلام والمسلمين من المعونة وسقيا الماء، فشكر الله لهم وغفر لهم وجعل الله ذلك في ميزان حسناتهم، وجزاكم الله خير. الناس دي بصراحة بتتعب، والله بتتعب بتتعب بتتعب، طبعا يعني مهما كافئتهم مش هتدوم مكافئة ربنا، مكافئة ربنا عينها لهم إن شاء الله. في مصداقية، في مصداقية وأمانة أمانة أمانة، وربنا يجازيهم كل خير. يجازيكم خير، والله يكفيكم شر المرض، والله يديكم رزق من عند ربنا. يا بلادي صباح الخير، أنا جاي ونفسي طويل، وهخلي الحلم حيا، عمري ما يمحي الليل. يا بلادي صباح الخير، أنا جاي ونفسي طويل، وهخلي الحلم حقيقة، عمر ما يمحيها الليل. سقيا الماء سمعتكم أكتر، والمية هتفيد وتكفي، رحنا بنينا أبار ونعمر، وإحنا بوعدنا بنوفي. كان صعب يلاقوا المية، وكأنه حلم بعيد، رحنا وحفرنا أبار، والدنيا صبحت عيد، والدنيا صبحت عيد. عاوز أبشركم ببشرى سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، اللي بيقول فيها: ما من مسلم يسقي مسلما على ظمأ إلا سقاه الله من الرحيق المختوم في الجنة. فيا مسلمون، من يشتري الرحيق المختوم في الجنة ببئر في الدنيا؟ شايف الناس فرحانة بأبار وصلة لبيوتهم، واقفين يدعوا بأمانة للي غير في حياتهم، للي غير في حياتهم. سقيا الماء كان ليها السبب، تحفر بير ورا بير وتخدر، نخل بيكبر ملوش عد، ومحطة تحلية بتغير. خدنا تحدي وما قلناش لا، نفضل في الأول ونعمر، وصل للقرية ويا النجا. سقيا الماء أحلامنا بتكبر، سقيا الماء أحلامنا بتكبر. يا هناه ويا سعد ويا فرحته ويا فخره ويا عزه،
من بنى هذا البئر أو ساهم فيه فإن أجره عند الله سبحانه وتعالى كبير وعظيم. وبنينا محطة بتودي في وصولها لكل الناس، من قبل البحر بتغطي والفرحة هتبقى أساس. وبنينا محطة بتودي في وصولها لكل الناس، من قبل البحر بتغطي والفرحة تبقى أساس. جينا الوادي بمشروع عليكم بمساحة فدد هيغطي نخل الوقف اللي في أراضيكم للأسر المحتاجة يقضي صدقة وساهم ويانا فيها نمحي البور اللي في أراضيها سقيا الماء باسم مدينة اتكوا معانا عشان نبنيها اتكوا معانا عشان نبنيها. مؤسسة سقي الماء، نعمل من أجل الإنسان. شفنا طبعا تقرير من تقارير الإنجازات في سنة 2020 لمؤسسة سقيا الماء، وهي طبعا في مجالات كتير مختلفة. أساسا طبعا الأساس هو المية والأبار، لكن في كمان حاجات تانية شفناها. طيب احنا ليه بنطلع النهارده في 2021 بالتقارير الانجازات بتاعتنا؟ علشان حابين ان احنا نوري المتبرع ان النهارده بيثق في سقيا الماء وبيتبرع لها لسه في سنه جديده في انجاز جديد. هو ده اللي احنا كنا شركاء فيه الفتره اللي فاتت، فعايزين دايما نفتكره مع بعض علشان يكون الهدف الجديد بتاعنا اكبر من اللي احنا عملناه في 2020. 2020 احنا عملنا 630 بير بمساحات مختلفة بتطوير مختلف، رحنا عملنا قرية في وادي الجديد، عملنا قرية في وادي النيترون اللي هي موضوع القرية او قرية كمان في سيوة اللي هو وقف الخير اللي هو النخل اللي كنا بكل بساطة ندفع 4000 جنيه بيدينا ريع من 250-450 كيلو بلح، بيتباع البلح ده بيجيب لنا ريع 8000 جنيه، بقدر انا والمتبرع نوجهه في اي صدقة جارية جديدة كل سنة، إن سواء بقى أبار سواء وصلات مية أيا كان هو حاب يحطه فين. بعد كده عملنا محطة الذهنات اللي هي بتخدم أعتقد 200,000 نسمة بحوالي 14 قرية في قنا، عملنا القرية دي والحمد لله وفرحنا بيها وأهل القرى دي كلهم فرحوا بعد حرمان سنين كتير جدا من المية دخلت لهم المية دي. عملنا مشروع أو 10 مشاريع أبراج حمام في مطروح، عملنا رفع كفاءة محطة تحلية ولسه في 4 في مطروح هناك، عملنا قافله في سيوه كانت ليها اسقف واسقف وتجهيز عرايس وتوزيع لحوم، عملنا حاجات كتير جدا يا استاذ دعاء السنه اللي فاتت. مفروض نفرح بس احنا خفنا من الانجاز اللي احنا عملناه ده كده، لان احنا خلاص بقى الامانه بقت كبيره جدا على رقبتنا والمتبرعين بقوا يثقوا فينا اكتر فبقوا يحطوا معانا تبرع اكتر، واحنا بنتمنى دايما ان احنا نكون عندنا انجازات اكبر من اللي احنا عملناها. علشان كده لما جينا بدانا وزي ما اتكلمنا الحلقه اللي فاتت ان احنا نبدا بقى في قافله جديده، وكنت حاجه نسيت اقولها برده الاسبوع اللي فات موضوع عمليات العيون اللي احنا عملناها برده في قنا، ودي برده في قافله او حمله جديده، حمله حياتي وعمليات العيون اللي المؤسسه هتبدا تشتغل فيها وتفعلها بقى في 2021، مع ان احنا كنا اتكلمنا عليها في 2020 وقلنا ان احنا عندنا حمله حياتي وهنعمل 150 عمليه عيون، بس قلنا نأجلها عشان برضو يكون 2021 فيها خير كتير جدا في جميع المجالات الفترة الجاية. المشروع برضو اللي أنا حابب تاني أأكد على الناس فيه الجديد بتاعنا مشروع الزيتون لكل متبرعين الأبار، إن هو النهاردة عايز يتبرع ببير وعايز يكون مطمن إن البير بتاعه هيفضل دايما محافظ على الصيانة ويفضل دايما في المية أو في الحسنات، لأن أنا بشبه دايما إن المية دي هي المقدار الحسنات اللي المتبرع بياخدها، فكل ما البير نفسه فيه مية
طول ما المتبرع بياخد حسنات. فانا النهارده بقول لحضرتك انت بتدفع 3000 جنيه بيتزرع لك او بيتزرع للاسره اللي هي ليها البير 50 شتله، ال 50 شتله دي او ال 50 شجره دول بيديله ريع 12000 جنيه في السنه، يعني 1000 جنيه في الشهر، يعني يقدر يصرف على البير ان كان هيجيب ميه او لو محتاج بعد 15 او 10 سنين محتاج صيانه هيكون عنده مشروع ان هو يقدر يعمل بيه الصيانه بتاعت البير بتاعه. يبقى احنا كده ضمننا لحضرتك استدامه البير، استدامه الصيانه، استدامه الصدقه الجاريه جوه البير نفسه، حضرتك بتقدر تطمن دايما. حابب تيجي معانا في اي وقت تشوف البير بتاعك، احنا بنرحب بحضرتك في اي وقت. بتوصل مطروح بس بيكون في تنسيق قبليها عشان نظبط مع الاداريين اللي هناك ونبدا نوجه حضرتك على البير نفسه. اي بير بيخلص بنبعت صورتين للمتبرع، بنبعت لوكيشن للبير نفسه، بنبعت فيديو عشان يطمن ان الرخامه فعلا محطوطه، مش الرخامه محطوطه فوتوشوب او حاجه، لا بنبعت صورتين وفيديو ولوكيشن نفسه علشان لما يجي معانا، وبتحصل كتير مع متبرعين اول ما بينزل مطروح بيروح مشغل اللوكيشن ويقول لي يلا وديني للبير عشان يتاكد ان اللوكيشن اللي انا بعته له مش لوكيشن وهمي او مكان وهمي. ايوه الفتره الجايه احنا هنطور كمان في موضوع اللوكيشن، ان احنا بنحاول بنجيب دلوقتي جهاز جي بي اس ان احنا نعمل نقط على الاراضي او نقط على الابار بتاعتنا، بحيث ان هو اي متبرع هيفتح ويكتب بس اسم البير يطلع له البير بتاعه في المكان اللي هو فيه من القمر الصناعي. تطوير في المؤسسه بنحاول نعمله عشان يبقى دايما المتبرع معانا اون اير زي ما بتتقال، يعني عشان المصداقيه. طبعا المصداقيه هي دي مهمه جدا علشان الناس تثق ان هي تطلع الفلوس بتاعتها الصدقه او الزكاه في مشروع من مشروعات الخير، لازم تبقى واثقه طبعا. بالظبط هو ده اللي احنا بنسعى ليه دايما، ان احنا ازاي نطمن المتبرع وازاي نخليه هو يعني مش مجرد بقى ان هو دفع التبرع ونسينا واحنا نسيناه، لا احنا بنعيشك معانا لحظات زي ما بنقول حتى الابار. احنا بنتفق ان احنا بمجرد ما حضرتك بتدفع الفلوس في حد بيكلمك اول حاجه باول اتصال بيقول لك يا فندم الامانه او فلوسك وصلت المؤسسه بامان، اطمن الفلوس بقت في الاداره نفسها. بعد كده بنبدا نتواصل نقول له والله احنا في فتره البحث، هو البحث بس عشان الناس تبقى معانا في الموضوع، البحث هو اللي ممكن يتاخر شويه لان انا مش بعمل ابار وخلاص. انا سهل النهارده ان انا انزل اعمل 100 بير في شهر واي مكان، اي مكان احفر فيه وخلاص. بس انا علشان انزل اختار الاسره بعنايه واختار المكان الاكثر فقرا والاسره الاكثر فقرا واطلع بيها الاوراق اللي انا اضمن ان البير بتاعي مش هيحصل له اي طريقه ازاله او هدم او ان الاسره دي هتمشي من المكان، فلازم يبقى في اجراءات كتير جدا باخدها. فهو ده اللي ممكن بس ياخر شويه البدء. بس بمجرد ما بنبدا في البير فعليا ونقول لفندم احنا بدانا في البير، هو ده اللي ممكن ياخد من شهر 45 يوم ويكون البير خلصان. هي اللي قبليها بس هو اللي ممكن ياخد وقت. ربنا يكرمكم على كل المجهودات بتاعتكم علشان فعلا توصلوا الخير للمستحق ليه. انا طبعا بشكرك جدا وبشكر كل مشاهدينا، ونسيب دلوقتي مشاهدينا مع تقرير مجمع لانجازات مؤسسه سقيا الماء. في طريق حياتك القصير بتقابل انت ناس كتير، بضحكة صافية كتير تغير، بكلمة قلبي فرح يطير، بس انت مد ايديك غيرك مستنيك، بس اوعى في يوم تستخسر. في طريق حياتك القصير بتقابل انت ناس كتير، بضحكة صافية تغير، بكلمة قلبي فرح يطير، بس انت مد ايديك غيرك مستنيك، بس اوعى في يوم تستخسر. اللي عايش بين الناس وبيكبر كل خاطر ربنا عمره ما هيسيبه، ربك ده كريم وقادر. بمجهودات حضراتكم ومجهودات جمعية سقيا الماء ومجهودات الحكومة
بدل ما كنا بنخدم عدد معين على مدار السنين اللي فاتت، قدرنا نرفع الكفاءة، والنتيجة ان اهالينا كلهم يستفيدوا، واللي جاي احلى بكتير. هو ده الشغل اللي حضراتكم وثقتوا في مؤسسة سقيا الماء وحطينا فيه التبرعات بتاعتنا علشان نخدم عدد كبير جدا من اهالينا جوه مطروح. انا اتبرعت بسبك نخلة لله، وقف لله، فجيت علشان اشوفها بنفسي، ازرعها كده بنفسي واطمن عليها، وربنا طبعا يتقبل. الحمد لله، الحمد لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، له الفضل والمنة، ثم الفضل لكم والشكر لكم إن أنتوا ساهمتوا في رفع كفاءة المحطة دي، وده إنجاز جديد ومجهود جديد مكملين فيه في سقيا الماء بفضل الله، ثم بفضل جهود ومساهمات حضراتكم، ومستحضرين كلنا كده الآية اللي بتقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كلنا لما بيخلص عمرنا بتفضل بس سيرتنا، كل ما بنعيشها لغيرنا تكبر وتعيش زرعتنا، بس انت مد ايديك غيرك او مستنيك، بس اوعى في يوم تستخسر. اللي عايش بين الناس وبيكبر كل خاطر ربنا عمره ما هيسيبه، ربك ده كريم وقادر. اللي عايش بين الناس وبيكبر كل خاطر ربنا عمره ما هيسيبه، ربك ده كريم وقادر. مؤسسة سقي الماء، نعمل من أجل الإنسان.